التواصل الاجتماعي عندما يتم إنشاء حساب فهناك جزء يهمله الجميع من المستخدمين، ألا وهو شروط الخدمة لكل موقع وسياسة الخصوصية. فعند إنشاء حساب على أحد مواقع التواصل ومنها سناب شات فإنك بالفعل قد وافقت على تلك الشروط والسياسات الخاصة بالموقع، والتي تشمل معرفة الشركة لإسمك، موقعك، رقمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك والكثير من الموافقات الأخرى. لكن الأهم في تلك الشروط أنك توافق على استخدامهم لصورك. نعم، قد وافقت على استخدامهم لصورك، وذلك الشيء مذكور في شروط الخدمة لموقع سناب شات في صفحة شروط الخدمة داخل مواقعهم الإلكتروني. ذلك الشيء الذي يجهل قراءته الكثير من المستخدمين، ففي صفحة شروط الخدمة يذكر بعض التفاصيل المهم من قبل الشركة، وهي أولاً نحتفظ بالحق في الوصول إلى أي محتوى ومراجعته وحجبه وحذفه. ثانياً يجوز لنا الوصول إلى محتواك ومراجعته وفحصه وحذفه في أي وقت ولأي سبب، بما في ذلك توفير الخدمات وتطويرها، أو إذا اعتقدنا أن محتواك ينتهك هذه الشروط أو أي قوانين معمول بها، فتظل أنت المسؤول الوحيد عن المحتوى الذي تنشئه أو تحمله أو تنشره أو ترسله أو تخزنه من خلال الخدمات. وفي ذكرهم أو تخزنه أن يحق لهم الوصول إلى المحتوى الذي تصوره حتى دون نشره أو ما تقوم بإرساله بشكل خاص، أي أنهم يستطيعون إعادة استخدام صورك والمحتوى الذي تصورت وبموافقتك أنت. في النهاية هذا يعد انتهاك للخصوصية، والكثير لا يعلم بهذه الشروط لكنه وافق لعدم قراءته لها وجهله لتلك الأمور، فيرجى الانتباه لها وحذف محتواكم داخل التطبيق. هذا هو المقال، وهذا الشيء هو الذي كتبه المهندس محمد من خلال اكتشافه لبعض الثغرات في السناب شات وبعض التطبيقات الأخرى التي سنتعرف عليها اليوم في صباح دجلة.